تعلن شركة الأحلام عن إقناع رحلتها التفاعلية إلى عالم الخيال. يرجى إطلاق العنان لخيالكم اللانهائي مع آيا يونيفيرس. رحلة سعيدة. نسورس، من هنا كانت بداية الرحلة. سافرنا عبر البحيرات المختلفة ومن خلال لمسة واحدة للقبة التفاعلية تتناغم الأحاسيس لتضعك في أجواء خيالية استعداداً لبقية الرحلة. ثم سافرنا عبر الزمن من خلال The Drift، مساحات قاتمة يضع فيها المسافر رحاله للتركيز والاستمتاع بمشهد ساحر. في Outland انتقلنا نحو انعكاس الطبيعة عبر ممر خيالي من التتبع الهيكلي بتقنيات فريدة. ثم حلقنا في لونا، أبعد من النجوم، مرايا لا متناهية، أقماراً مضيئة تأخذك إلى عالم آخر. In the lunar room, you'll feel vibes, you know, different vibes. Those lights, those vertical light, those horizontal lights make you feel different energy. The pool, أو البحيرة، شعارها أنت المحور. من خلال الوقوف على قمة دوامة لا نهائية محاطة بإسقاطات آسرة تقودك لبداية استكشاف النهر The River. The River، انظر إلى الأسفل، تقدم. نعم، خطواتك هي من تصنع العواصف والبحيرات مع كل خطوة عبر حساسات وتقنيات رائعة تستشعر كل حركة تقوم بها لتترجمها بألوان مختلفة تقودك نحو عالم آخر. The Tides، لا تحتاج سوى إلى تحريك يدك أمام العمود الأساسي للاستمتاع بتجربة تفاعلية مميزة، لتدخل بعدها في جولة عبر الوصول في فلورا. فلورا، الحديقة الغامضة وسط أجواء خلابة رائعة في غاية الجمال، لم ولن تشاهد مثلها سوى في خيالك الطفولي المرسوم في ذاكرتك من أرض العجائب. بالنسبة لي وأنا كبيرة أتكلم بس عن نفسي غير اللي ناقشته أنا وأطفالي، كل واحد تخيل شيء من العالم، اللي تخيل لنا في كوكب ثاني، اللي تخيل لنا في الفضاء في الجالكسي، جدا رائعة. ومن هنا انتهت رحلتنا في آيا يونيفيرس، عالم من الخيال على أرض الواقع هنا في دبي. كانت معكم جليلة البريكي لفوكس أكاديمي.